عنده الزين عنده الحمام دايرو في دارو، وانا اسماء والحب والغرام جاني هنا لدار الفنون، وانا سعيد انني نستقبل ام ادم ملكه الاندلس اسماء المنور. مساء الخير عليك، ودائما مصدر سعاده ديالي انني نشوفك. الله يحفظك. سواء عندك في ليميسيون ديالك ولا في فيلا ديزار في اطار مهرجان موازين او كصديق، فمصدر سعاده لي انا. وانا كذلك، وانا اسعد للا اسماء المنور. نقول اسماء ولا ام ادم؟ بجوجهم زوينين، وحده تعبت عليها وحده وهبها لي الله، ولا اللي ذوهبهم لي الحمد لله. كيف هو ادم؟ تري بيان، الله يخليه لك يا ربي، امين الحمد أسماء لله. اسماء المنور ان شاء الله غدا هنا بمدينه الرباط من 2011، سنين وحنا تنتسناو الاطلاله ديالك. اخر لقاء كان هنايا، كنتي حامله بادم. صحيح. الان تجيتي لابسه الابيض اليوم بحال شي عروسه تنشوفوا اسماء المنور. وصراحه هذا هو الاحساس ديالي، لان من بعد 6 سنين جايه بجديد، وجديد ثقيل وناجح، فكان خصني نلبس البيض. انا فرحانه بزاف وباغا نتشارك مع الجمهور، وفضلت ان اليوم يكون الكونفرنس دو بريس واللقاء معاكم باش غدا نكون مستعده كامل الاستعداد لملاقات الجمهور في ركح مهرجان موازين. اذا اسماء المنور مبروك الالبوم صبيه. الله يبارك فيك. اغاني جميله متنوعه الحمد لله. صبيه اللي الكلمات ديالها واعرين، اللي عندهم واحد المعنى عميق، وكذلك اغنيات عنده الزين عنده الحمام اللي دارت لو بوز. يعني بغيت نعرف ملي كنتي غادي خديتي المقطع من هذا التراث، لحد الان مازال ما معروف شكون مول الاغنيه. هو ملك للمغرب والتراث المغربي والموسيقى والثقافه المغربيه. نعم، حتى الفكره الكليب، يعني رضيتينا الايام ديال جدودنا ملي كنا تمشيو للباديه او العروبيه، يعني القياطن العراسات تدوني لنا والدنا حقنا ديال العرس. صحيح. انت درتي ومازال لحد الان، يعني اللي كيعرف الناس في شمال المغرب كيعطوك الحق ديالك في الكاطو، وحتى في العالم كاين الجيف اواي، كيكون هديه من العروسين سواء تذكار او حتى الماكله الا ذوقتي ولادك من عرس. انا كنحس به واحد سان سونس دو بارطاج ديال العائله، ديال الام مع وليداتها اللي ما يقدروش كلهم يحضروا في المارياج. يعني انا سعيده جدا الحمد لله توفقنا في الكلمات وفي اللحن وفي الصوره وفي التوزيع مع امير رواني، مع سمير مجاري، مهدي مزين، رشيد، محمد علي. يعني الحمد لله هدول من الناس يتم غربي ديالهم تجلات في الكلمه وفي اللحن وفي التوزيع وفي الصوره ايضا. حتى الكليب يعني ما درتيش ميكا، زيرو ميكا. فيدل توجور الكامبين ديال لاكوب 22. وتبارك الله غنيتي لاكوب 22. صحيح صحيح. فنانه اونجاجي، تتعني لك بزاف الحوايج هذه القضيه. الالبوم يعني قررتي انك تنزل الالبوم في دقه واحده، في الوقت اللي الفنانين في الوطن العربي او حتى في العالم تنزل سينجل بسينجل باش يعطي الحق لكل اغنيه. صح. علاش اسماء المنور قررتي في دفعه واحده، يعني منين نزلتي جوج اغنيات الاولين بعد كملتي بالالبوم كله؟ هذا كان حلم من احلامي ان يكون عندي في السي في ديالي في الريبيرتوار ديال الالبومز يكون عندي البوم مغربي 100%. يعني هذا من احد الاحلام ديالي، والحمد لله هذيك التكهنات اللي كانت ان اغنيه غتظلم اغنيه الى هذه اللحظه هذه بزاف ديال الاغاني. وهذه مساله كانت يعني مفخره لي انا اغاني ما كنتش كنتخيل انها توصل بالسرعه والسهوله اللي وصلت ليها، بحال بنت الوقت خليني ساكته لالهم. يعني انا فرحانه بزاف. يعني تقريرنا انا وقرار ديالنا احنا ك ك ك ك كمانجمنت وكمكتب كامل اللي كيهتم باسماء البرودكت، اسماء الفنانه، القرار اللي خديناه الحمد لله كان صائب وربي ما خيبناش. يعني الالبوم 12 اغنيه، كل واحد كيقترح دابا كحط لهم انا شوف فيسبوك شكون اللي بغى يسمع زعما الاغاني لو ريبيرتوار سور سين شنو بغاو يسمعوا. شنو الاغنيه اللي بغاو بزاف؟ اكيد عنده الحمام، اكيد عنده الزين، عندها وقع خاص، ولكن يعني اصدقك القول ان بزاف ديال الاغاني من الالبوم، وهذا هو اللي كان بالنسبه لي انا رائع وكان هو الحلم وتحقق الحمد لله. اكيد الالبوم من الانتاج ديالك اسماء المنور؟ في الاول كان شركه الانتاج رافضه ان تنتج البوم مغربي، فانتجته كله، وفي الاخير سمعوا الالبوم وتشجعوا وانتجوا الالبوم. روتانا، شركه روتانا هي اللي انتجت الالبوم. أكيد. جميل اكيد. وام ادم وملكه الاندلس غدا بمنصه النهضه في حفل مع حاتم عمور، جمهور تيتسناك
تتسنى انك تطلع ليه ان شاء الله. شنو نقدروا انا اكثر متشوقه. نعم غيكونوا مفاجآت ما يمكنش تحرقيهم، ولكن نعطينا احنا شي سكوب هكذايا يعني كاين شو اكيد اسماء المنوره اللي خدمات عليه. انا عارف ان غيكون شو اطلاله في شكل غادي تشوفوا حتى لو لوك ديال النظر عطاتكم العربون شو كاين. اللي غنقدر نقول باش نستبق شويه انه يقدر يكونوا دو تونو. كنحاول جاهده لان التوقيت شويه مزيرنا، كنحاول ان يكون جوج ديال لي تونو. هذا فيما يخص الهندام اكيد في كوريغرافي، جايين الناس من بروكسل مع 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 مصمم رقصات مغربي في اوروبا، مجموعه عناصر موسيقيه فنانين مفخره للمغرب. يعني اهم عازف بيركوسيون في العالم فهو مغربي، كيشتغل مع ستينغ ومع بزاف ديال ومع برينس الله يرحمه ومع بزاف الناس، يعني حد واعر بزاف سميتو غاني كريجا، كريم زياد من الجزائر هو الفنان اللي معروف في ليساند القناوه، مصطفى العنتاري من اهم عازفي دربوكا، احمد هبيشه اهم عازف كمان في المغرب بالنسبه لي انا، يونس العسكوري اللي هو واخد لا 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 الإدارة الفنية، خالد المنور، ما بغاش يعني ما ننسوا حتى شي واحد، يعني براس سكشن فرنسيين جايين من فرنسا، يعني مجموعة شو اكسبسيونيل ان شاء الله تعالى. اسماء المنور تنتمنى لك التوفيق في حفلتك غدا ان شاء الله. مشاهدينا الكرام راجع لكم بعد وقفة إشارية مع نيك جوناس.